Kaffee. Bienvenue tous, monsieur, monsieur Khabir, directeur de la Tsawasol Farek Granada, monsieur Borsa, le médecin Jamia Espagna, le médecin Ligaour Chamos, بروفيسيونيل باغي نسمع مع الماتش في مدينة طنجة. كانت في البداية عدة فرق، كانت مالاكا، بلباو، فالنسيا، إلا أنه نظرا أن فريق اتحاد طنجة كان باقي في البداية ديال التربص ديالو، هو اللي خلى أن إدارة تقنية، إدارة تقنية تختار فريق، تختار التاريخ ديال أربعة وشت. بعد ما كانت عندنا مجموعة اقتراحات، كانت عندنا 25 مليوز، كانت عندنا 20 مليوز، لأنه فريق اتحاد طنجة ممكنش أنه يكون في أوج ديال الاستعداد ديالو، ثانيا أنه كان التصريح ديال أربعة غشت مناسب لفريق اتحاد طنجة، ونشكرو فريق غرناطة اللي ما ترددش أنه قبل الدعوة ديال فريق اتحاد طنجة باش يكون اتحاد طنجة. فريق اتحاد طنجة كيلعب الليغا الإسبانية لهاد البلادة، بعد ما كان أحد الفرق القوية داخل البطولة الإسبانية في سنوات الخمسينات، واللي ما تبدلش الاسم ديالو بزاف، أونيون ديبورتيفو إسبانيول دو تانخير، أونيون ديبورتيفو دو تانخير، يعني فاز إسبانيول بزاف، ثانيا أنه حتى الجامعة الإسبانية مجرد أنهم تسقط اتحاد طنجة أرشيف ديال اتحاد طنجة طلع في الجامعة الإسبانية. حنا هاد المباراة هادي كنعودو بها من الساحة الدولية، وأصرينا داخل نفس المسير أن تكون مباراة دولية فريق اتحاد طنجة قبل بداية البطولة، وكانت البوابة ديال البطولة الإسبانية، اللي هاد المباراة هي تقريبا شبه رسمية، اللي كنا إجراءات قانونية طويلة وكثيرة، واحد التزامات اللي على فريق اتحاد طنجة فيما يخص المباراة هي التزامات رسمية، كما قلنا أن فريق اتحاد طنجة اختار أنه يعود للبطولة الدولية بهذه المباراة، إن شاء الله تكون بداية إن شاء الله، كما شفتوا أن فريق اتحاد طنجة بداية هذا الموسم هو صنع الحدث بين قوسين، وكنتمنى أنه يصنع الحدث في البطولة الموسم هذا. كما شفتوا فريق اتحاد طنجة يستعد يعني منذ البداية، وخلي حتى شي حاجة صعبة، كرة القدم تتطلب يعني احترافية كبيرة واستعدادات بجدية، كرة القدم لا تحتاج إلى الصدفة، وهذا اللي خلانا أننا نكون هذا الموسم هذا سباقين إلى مجموعة من الأشياء اللي كتصب في مصلحة ديال فريق اتحاد طنجة، وهذه المباراة إن شاء الله غتكون يعني خير من حد لفريق اتحاد طنجة. وإن شاء الله غتكون المباراة اللي غتكون نهار 4 أغسطس في الساعة 9:30. التذاكر ديال المباراة والحتية الأخرى بكل عام شكرا فيما بعد. المباراة ستكون مقبولة على 50 دولة تلفزية بحكم حقوق البث ديال الجامعة الإسبانية. نتمنى أن تكون كذلك مقبولة على الصعيد الوطني. هذا باختصار تقديم هذه المباراة مع الفريق ديال غرناطة ومع المنتخب الجامعي الإسباني، غرناطة ومع المنتخب الجامعي الإسباني، نعطيك كلمة سي يوسف أجل تقديم تصريحاتك. السلام عليكم.
الحمد لله اليوم وصلنا لمدينة طنجة بعد عدد من المدن التي جرينا في عدد من القبلات في المغرب. كان دائما نتمنى اتحاد طنجة أن يصعد إلى الدرجة الأولى. دائما كنت أرى أن النادي لديه جمهور رائع، فريق رائع، وأظن من هذا الاختيار كان صائب. الحمد لله الشركة السجيم هذا من سنة 2012 قمنا بمشروع في المغرب لتطوير الأندية وأيضا العمل مع المنتخب الوطني المغربي في عدد من المباريات، منها الأخيرة في منتخب الإفريقية كينيا سنتر أفريكا، عدد من المنتخبات. الرجاء البيضاوي نجحنا معاه في كأس العالم للأندية، لا غيرها من المباريات الكبيرة في باو اسبانيول وغيرها من المباريات. اليوم وصلنا إلى مشروع اسمه لا ليغا وورد. لا ليغا وورد هو مشروع دولي منظم تحت رعاية LFP، يعني الدوري العصبة الاحترافية الإسبانية، الذي يجرى في عدد من البلدان العالمية كما نرى اليوم مالاغا في كولومبيا، أتلتيكو مدريد في اليابان، عدد من الفرق كفالنسيا أيضا في كولون. يعني هدف من هذا المشروع أن يطور الصورة الدولي الإسباني. الهدف مني ومن النادي اتحاد طنجة إجراء هذه المقابلة، أول شيء أن نضع النادي في حقيقة كرة القدم الدولية. يعني ظنيت أن هذا المباراة سوف تعطي خطوة رائعة للفريق، لا في الدوري ولا في الكأس ولا في جميع المباريات المقبلة. الهدف الأول من إجراء هذه المباراة كما تعرفون، أقول بين قوسين مع الاسم أكمل كلامي، أول مباراة جرت لليغا وورد جرت في مدينة أكادير ضد إشبيلية في أواخر الشهر الماضي، الشهر الخامس. الحمد لله كان هناك نجاح رياضي، فقد كان هناك نقطة سوداء هي الجمهور لم يأتي إلى هذه المباراة بسبب مشاكل خاصة بينهم وبين الإدارة وغيرها من الإشكالات. الحمد لله هدف سوف يتطور لليغا وورد، سوف يكون في عدد من المدن المغربية، لأننا سوف نتصل إلى مراكش إلى الرباط إلى عدد من المدن لاحتكاك الكرة المغربية مع الكرة الإسبانية في هذه الجولة العالمية. في موضوع المقابلة، المقابلة سوف تجرى يوم الثلاثاء. لماذا الثلاثاء؟ احنا تمنينا أن تجرى يوم السبت أو الأحد، لكن كما تعرفون الأندية الإسبانية كلها حجزت معسكرات خارجية ومباريات أخرى. كان أول شيء أتلتيكو بيلباو، كنا سوف نلعب مع أتلتيكو بيلباو تقريبا 80%، لكن بعد الإجراءات وبعد تغيير الأحوال للمدرب، لأنه يعني هو يرى أيضا رؤية في المدى البعيد، لأنه يعني يرى مع من سوف يلعب في الدوري الإسباني المباراة الأولى، ويميز هل هذا الفريق ضروريا يلعب مع فريق قوي أو فريق متوسط أو فريق أقوى. يعني هذا رؤية للمدرب. بعدين كان هناك إسباني برشلونة، لكن إسباني برشلونة أراد يوم خامس غش، اتحاد طنجة هم مسافرين إلى إسبانيا للمعسكر في مدريد. كان هناك أيضا فالنسيا يوم 23 شهر سابع. الحمد لله تواصلنا مع نادي غرناطة، وفقط للعلم أن غرناطة سوف يأتي باللاعب يوسف العربي، سوف يلعب وسوف يكون كابتن للفريق، وأيضا اللاعب الطنجي يعني ابن المدينة نبيل الجعدي سوف يلعب أيضا. والآن النادي نتمنى أنه في نقاشات ويمكن أن يمضي معهم الأبيض لاعب بنفيكا. كل هذه النقاط تعطي لغرناطة اختيارها للاعب في المغرب، وبخصوص اللاعب بطنجة. كما تعرفون أنا رأيت بعض صور نبيل الجعدي السنة الماضية أتى إلى
الى ملعب طنجة وكان بجانب الجمهور وكانت هناك يعني. واليوم يعني اليوم سوف يلعب ضد طنجة، شيء رائع وشيء ممتاز. الحمد لله هذا الاختيار ادى على هذه النقاط. تمام التذاكر دائما نحاول ان تكون أثنية للمباريات الدولية، 40 درهم للجمهور العريق والجمهور الكبير والإزوتراز، والكاتيجوري 2 100 درهم والكاتيجوري 1 300 درهم، يعني تذاكر لكل الأطراف ولكل شخص على ما يتمناه وعلى المكان الذي يريد. وشكرا صفاء السلام عليكم. Hola a todos. Me alegro mucho lo que comentaba Hassan de que no habían encontrado fechas para otro equipo español y que ha tenido que ser Granada, porque كنتو كنشكر فريق ديال طنجة كيفما قال سي حسن، لأن التاريخ ديال إجراء المقابلة نفست نسبة الفريقين بجوج غرناطة وطنجة. Porque nosotros entendemos que de la mejor liga del mundo, la española, el Granada es el equipo que más se identifica con Marruecos, con el fútbol marroquí e incluso con dos ciudades que son muy similares. وهو كيذكر بان احسن ليغا احسن بطوله في العالم هي بطوله اسبانيا، مكانها من بعد اسبانيا هي المغرب، وكذلك هو افتخار ايضا بان يكون جوج مدن هي غرناطة وطنجة كيحتفلوا في هذه البطوله العالميه. Además la historia nos dice que no solo Karabi o Yadid que son los dos futbolistas que hoy están en el Granada sino los años 50 encontramos a Bepal, otro marroquí, como jugador. Posteriormente, los años 70 como entrenador. Y encontramos a Yatidi en los años 60, que también fueron jugadores de Granada. المرحوم مبارك واللي كان من بعد المدرب، وثم في السنوات السبعين كان جديدي. Esto indica que cuando Granada viaja por España o por otros países, lo primero que nos encontramos en la puerta de los hoteles son muchísimos aficionados al fútbol de Marruecos que van a saludar y a compartir con sus futbolistas, y eso nos llena de orgullo. واللي كيعطيني واحد يسليج صدرهم انه لما كيتنقلوا في العديد من المدن الاسبانيه كيوصلوا للاوتوبيس ديالهم كيجبروا المحبين المغاربه كينتظروهم باش طبعا كيتقاسموا الفرح ديالهم مع العرب. La historia nos debía esta visita y yo quiero agradecer a la Liga de Fútbol Profesional, la Liga World, que nos da la oportunidad de estar en Tánger por primera vez en la historia. No me puedo olvidar del magnífico recibimiento del Tánger, de todo el personal de este club y, lógicamente, de Yusef, que ha sido el motor para que podamos estar hoy aquí y que lo podamos hacer también el día 4 con todo el equipo. Además, estamos convencidos que va a ser un partido muy importante para Tánger y que vamos a tener a muchos aficionados porque habitualmente desde Tánger, desde Marruecos, cuando miramos a España, lo primero que encontramos es Granada, es Córdoba, es Málaga y hay una simpatía, un afecto
especial. Igual que cuando de Andalucía miramos a Marruecos, primero está Tánger, ciudades a las que le tenemos un cariño especial. Seguimos muy cerca su fútbol. وهذه مناسبة باش ممكن تمنى باش الجمهور يحضر فترة، لأن هذه مناسبة باش الأواصر ديال العلاقة اللي كتجمع ما بين شمال إسبانيا وجنوب شمال المغرب وجنوب إسبانيا باش تتكرس مزيان، لأن ملي هنايا المستوى ديال طنجة اللي كنشوفوه الفوق طبعا غادي نشوفوا مدن غرناطة مدن بوردوفا سيفيا وكذلك هما ملي كيشوفوا Hoy me llevaba una alegría, una satisfacción al ver la fotografía que me enseñaron de Yali con la bufanda de Tánger, con la bandera de Tánger como gran aficionado y hoy es jugador del Granada. وهو فرح بزاف ملي وراو التصويره ديال الجعيدي اللي كان جا شي خطره كيشجع في الملعب كيشجع الفريق طبعا بوفاندا كشكول ديال الاتحاد بالرايه المغربيه وخصوصا ان هذا اللاعب دابا هو ديالهم. No olvidéis a Granada, seguirlo, empezar a disfrutarlo en Tánger el próximo día 4. Espero y deseo que de este partido saquemos una masa importante de aficionados del Granada en Tánger, incluso con nuestro querido amigo comentaba Saúl comentaba que es muy posible que vengamos a hacer una peña de Granada en Tánger. فريق غرناطة ما تنساوهاش راه غادي يجي لهنايا باش يبصم واحد المرور باش نلقاو العشاق ديالو اللي غيخلقوا لهنايا وخلال نقاشي معاه انا فرح الفكره اننا نخلقوا لنا واحد البينا غرناطينا هنايا في طنجه وعنده الحق عوضا ما نبقاو متابعين واخا انا ديال مدريد بعيده غرناطة قدرنا نكونوا غرناطة ونساو برشلونه تاني. Pronto veremos más camisetas del Granada que del Barcelona, del Madrid. Es un reto. Bueno, y en lo estrictamente deportivo, deciros que el equipo llega en un momento muy prematuro de la pretemporada, hemos empezado hace poco, pero sí es cierto que viene todo el plantel, todo el grueso de los jugadores que tenemos, incluido, como hemos dicho, Arabi y Arabi será capitán, ya creo que lo comentaba, dos jugadores internacionales de Marruecos y bueno, vamos a venir con todo a intentar dibujar que el fútbol español tiene un gran nivel y lo vamos a ver. قريب جدا لكن هذا ما كيبغيش يقول باننا غادي نجيو غير بيجين فقط ولكن نحاولوا نعملوا الجهد ديالنا وغادي نجيو بالفيكتيف كله كومبلي للاداري وللاعب باش يبينوا المستوى العالي ديال البطوله الاسبانيه. Nos vemos el día 4, vamos a disfrutar del fútbol, os espero en Granada. كيف ما سبق السي حسن من اتحاد طنجة وعلى يوسف على خبير غرناطة وكيشكر هاد المجموعة الثلاث اللي سمحوا للبطولة الإسبانية أنها جيت المغرب وخصوصا مدينة طنجة باش تبين القدرة ديالها. No, yo no me quiero extender porque los protagonistas son ellos. Y felicitaros por el magnífico estadio, Hassan. Es unas instalaciones maravillosas y lo que os deseamos es que haya un lleno total en este partido
y podéis disfrutar y también podéis disfrutar del fútbol español. هو ماشي ما كيعتبرش نفسه بانه كيكون امر بالدرجه العليا نظرا لان كيكون امر هما فريقين اثنين ولكن هو المسؤول على انتشار البطوله فهو كيسعدو انه يكون في هذه المنشاه العظيمه اللي بهرتو وكيتمنى ان يشوف هذا الملعب ممتلئ في الاخر. حاول الفيديو عن لا ليغا وورد عبارة عن بريزونتاسيون Welcome to the NFP World Challenge, a program created by the Spanish Professional Football League and supported by the Spanish government, the Superior Sports Council, and ISEX. An international initiative designed to harness the global attraction and success of Spanish professional football, with a view to benefiting the values of brand Spain and Spanish companies, and to generate opportunities with parallel cultural and business events. The NFP World Challenge program has a main axis, La Liga World, a spectacular friendly tournament launched by the best league in the world, and a challenge to the rest of the leagues around the planet. It is a pioneering and original initiative. No one has ever proposed something similar before. A global event whereby leagues and teams from different countries continually face representatives of the Spanish league. Spanish teams now have a platform for their international projection, providing opportunities for generating revenues through sponsorships and image rights. In addition, the league attracts new fans around the world and increases its visibility. During the first stage of this competition, Sevilla, Deportivo, Villarreal, Valencia, Malaga, Atletico Madrid, and Almeria have brought the best football to China, Indonesia, Thailand, Malaysia, Chile, Peru, Colombia, Australia, Turkey, Germany, Mexico, and the United States. La Liga World has a clear appeal. After playing several stages by countries and continents, only one team will access the grand final to be played against the Spanish league team with the best coefficient during that period. In its initial stage, La Liga World has already become a global phenomenon. 76 professionals in the organization, about 245,000 spectators in stadiums, more than 12 side events, 30 TV channels broadcasting live, and an assessment of 5 out of 5 points of the clubs involved. And it promises even more, a minimum of 20 annual matches and the participation of the leading clubs from La Liga. But LFP World Challenge is much more than football. It's also corporate events in all these destinations, La Liga Legends matches, young talent tournaments, public relations events, and corporate social responsibility activities, and the financial and logistical support of the promotion of other sports worldwide. It is certainly a unique challenge, aiming to become a benchmark. LFP World Challenge. هي مناسبة لتعرف الجمهور على فريق اتحاد طنجة بلاعبيه الجدد وبأطوره التقنية الجديدة، وهي مناسبة كذلك للفرحة مع الجماهير بمناسبة صعود الفريق، لأن احنا منذ البداية كان الهم ديالنا أننا نجيب فريق لمباراة دولية مع فريق اتحاد طنجة. بعد ما كانت عدة فرق تم الاتفاق مع فريق غرناطة، وهي مناسبة للجمهور الرياضي ديال مدينة طنجة اتحاد طنجة لمشاهدة فريقه بعد نهاية التربص ديال مدينة الرباط. لا، مباراة الذي اقترحها مباراة غرناطة هي العصبة الاحترافية الإسبانية، يعني هما من اقترحوا بيلباو في البداية، واقترحوا إسبانيول برشلونة يوم 5 أغسطس، إلا أن الإدارة التقنية لفريق اتحاد طنجة والمدرب ديال فريق اتحاد طنجة هو اللي اختار فريق غرناطة يوم 4 أغسطس.
يعني اختيار ديال فريق غرناطة كان يلائم فريق غرناطة وفريق اتحاد طنجة. مثلا يوم 23 يوليوز اقترحت العصبة الاحترافية الإسبانية مباراة اتحاد طنجة ضد فريق فالنسيا، إلا أنه فريق اتحاد طنجة كان في بداية المعسكر ديالو وما يمكنلوش أنه يلعب المباراة ديال فريق فالنسيا، وتم الاتفاق مع مباراة غرناطة، وهذه بداية فريق اتحاد طنجة للعودة إلى المباريات الدولية ديالو، وإن شاء الله القادم سيكون أجمل بالنسبة لفريق اتحاد طنجة، لأن أكيد أن جميع الفرق ستحبذ أن تلعب مع فريق اتحاد طنجة مستقبلا. فعلا حنا أصرينا داخل مكتب فريق اتحاد طنجة أنه قبل انطلاق الموسم الرياضي المقبل أنه تكون مباراة دولية بمدينة طنجة، وإن شاء الله نحن ما اختيار ديال العصبة الاحترافية الإسبانية لمدينة طنجة إلا أنهم يعلمون جيدا أن ملعب طنجة الكبير يغص بمتفرجين، وهذا اللي أننا إحنا كنا في مفاوضات معهم أننا التذكرة حاولنا ما أمكن تكون في متناول ديال الجمهور ديال فريق اتحاد طنجة. كاين تذكرة ديال 40 درهم وديال 100 درهم وديال 300 درهم، وكذلك فريق اتحاد طنجة سيستفيد من مداخل هذه المباراة، وإن شاء الله اللي تعود بالنفع على فريق اتحاد طنجة لا تقنيا ولا ماديا. فريق اتحاد طنجة هو دائما كبير بالجمهور ديالو، كبير بالمدينة ديالو، وطبيعي جدا أن فريق اتحاد طنجة يكون خلق الحدث هذا الموسم هذا، لأنه فريق اتحاد طنجة دائما فريق كبير، والحمد لله تلقينا دعوة اليوم من مدينة لوخا بجنوب إسبانيا، بالضبط هي محاذية مدينة غرناطة، للمشاركة في دوري ابن الخطيب لهذا الدوري الأول. وما كان علينا كفريق اتحاد طنجة إلا نلبيو الدعوة لهذه المدينة هذه، واللي طبيعة الحال هي تكون مباراة استعراضية ومباراة إضافة إلى مباراتين أخريتين اللي يلعبهم فريق اتحاد طنجة في التربص ديالو في إسبانيا.